طاب توقيتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها بالعناوين. صحفي يروي مأساته في سجون الحوثيين، نقلوني بين 6 سجون وعاملوني كأسير حرب. ومن المصدر أونلاين، يتساءل لماذا لم يصل محافظ تعز الجديد إلى محافظته حتى اليوم. صحيفة عربية تتحدث عن خطة لإعادة ترتيب الأوضاع الأمنية في اليمن بالتعاون مع دول عربية. ومن الشرق الأوسط، 80 دولارا غرامة لكل طالب بريطاني يتأخر عن الحصة الدراسية الأولى. أهلا بكم. يوسف عجلان الصحفي الذي خرج من سجون ميليشيا الحوثي ضمن صفقة تبادل أسرى رغم أنه أخذ من أمام منزله في صنعاء، إلا أن الميليشيا عاملته كأسير حرب. عنوان موقع عدن الغد، صحفي يمني يروي مأساته في سجون الحوثيين. ويقول الصحفي يوسف في حديثه لإيرم نيوز والذي نقله موقع عدن الغد أيضا، إن الحوثيين وجهوا له تهمة العمل في المجال الإعلامي واستلام رواتب مما أسموها بدولة العدوان، وخضع لعمليات تحقيق مكثفة لمدة 26 يوما قبل أن يتم نقله إلى 6 سجون مختلفة في صنعاء. أضاف عجلان أنه في سجن البحث الجنائي تعرض للتعذيب والضرب المبرح خلال فترة التحقيق، وبقي مع مختطف آخر في زنزانة انفرادية ضيقة مساحتها متر واحد في مترين فقط بمعزل عن العالم. ويضيف، كان اليوم يمر كأنه عام كامل، ولكن كنا نصبر بعضنا، أنا وزملائي المعتقلين. وعن لقائه بزملائه الصحفيين في المعتقلات الحوثية قال عجلان: للأسف لم ألتقي إلا بالزميل عبد الله المنيفي في سجن احتياطي الثورة، أما بقية زملائي رغم بقائي في الأمن السياسي لمدة 5 أشهر إلا أنني لم ألتقي بهم لطبيعة السجن المعقدة التي لا تتيح لك إلا رؤية من هم معك بنفس الغرفة المحتجز فيها. العديد من العناوين تصدرت الصفحة الأولى من صحيفة أخبار اليوم، نقرأ أبرزها. بندغر، سلطات متعددة الولاء والتبعية المالية وراء عدم الاستقرار والدفاع باتت تسيطر على العنت. وميدانيا، محافظ لحج وقائد المنطقة العسكرية الرابعة يزوران جبهات القبيطة. ومن عدن أيضا، مسيرة احتجاجية لجرح الحرب تصل معسكر التحالف ووعود بحل مشاكلهم. ومن صنعاء، الحوثيون يفشلون في تفعيل قانون طوارئ اقتصادي. ومن شبوة، أطباء ينفذون وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ 9 أشهر. كيف يمكن لأي جماعة بشرية أن تحقق ولو الحد الأدنى من التعايش والسلم الأهلي إذا كانت أسيرة الثنائيات في تفكيرها وتصنيفها للعالم؟ هكذا بدأ خيري منصور مقاله المنشور في صحيفة الخليج مضيفا: تؤدي الحدية والراديكالية العمياء إلى صراعات لا آخر لها، وإلى أزمات عندما تشتد تنفجر ولا تنفرج. فالبشر ليسوا نمطين من ملائكة وشياطين، ومن خونة وأبطال، ومن حكماء وحمقى. وقد يكون أحد أسباب تفاقم النزاعات على اختلاف أسبابها وذرائعها في العالم العربي هو الارتهان الذهني للثنائيات، لأنها توهم ضحاياها بأنهم إما على حق مطلق أو باطل سافر. ومن هنا نشأت ظواهر بالغة السلبية، منها الاحتكار والإقصاء. فمن يصنف الطرف الذي ينتسب إليه على أنه معصوم تصبح أخطاؤه خطايا، وتأخذه العزة بالإثم، فلا يعرف ثقافة الاعتذار وأدبيات الاعتراف بالآخر وبحقه في الاختلاف. كيف يمكن لنا أن نتفهم إذا كانت مفردات هذا المعجم تسجن العقل في الجبس أو في الحذاء الصيني الحديدي كي لا ينمو تماماً كما لو أنه أقدام؟ إن واحداً من أهم منجزات العقلانية في مختلف النهضات هو البعد الثالث، واكتشاف المساحة الرمادية بين الأبيض والأسود. فهناك درجة أو منزلة، كما قال فقهاؤنا وبلغاؤنا، معاً بين منزلتين، والآخر ليس عدواً أو صديقاً فقط. وما من بشر يملك حق منح صكوك الغفران أو منعها،
وقد لا نبالغ إذ قلنا بعد استقراء معمق لتاريخنا أن سجن الثنائيات كان أحد أسباب التعثر وإجهاض بشائر التنوير، لأنه يحرم الإنسان من فضاءات ومساحات تمتد بين الأضداد. لماذا لم يصل محافظ تعز إلى محافظته حتى الآن رغم مرور أسابيع؟ يقول موقع المصدر أونلاين نقلا عن مصدر خاص إن تأخر محافظ محافظة تعز المعين حديثا أمين محمد محمود عن أداء اليمين الدستورية للأسبوع الثالث على التوالي بسبب تأخر حصوله على تأشيرة سفر. وقال مصدر مسؤول إن المحافظ وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة قبل نحو أسبوع قادما من كندا، وأنه يتوقع وصوله إلى العاصمة السعودية الرياض خلال الأيام المقبلة. وأشار إلى أن المحافظ فور أدائه اليمين سيتجه إلى مدينة عدن العاصمة المؤقتة لمقابلة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر لمناقشة الوضع في المحافظة التي لا تزال تشهد مواجهات بين الحوثيين والقوات الحكومية. المناطق التي تم تحريرها مؤخرا في محافظة الجوف تحتاج إلى قوات أمنية عالية التدريب لحفظ الأمن وتطبيع سير الحياة. وفقا لموقع أو للموقع التابع للجيش الوطني، فإن قوات أمنية تباشر مهامها بحفظ الأمن في اليتمى والمحافظ يتفقد سير أدائها. وقال موقع سبتمبر نت وصلت أولى طلائع قوات الأمن الخاصة التي تلقت تدريبات مكثفة بمحافظة الجوف إلى منطقتي اليتمى والمهاجمة في مديرية خب والشعب بعد تحريرهما من قبضة ميليشيا الانقلاب الحوثية. وقال الموقع إن محافظ الجوف أمين العكيمي وجه قوات الأمن بالتعامل بحزم وقوة مع من يحاول الإخلال بالأمن وملاحقة المتعاونين مع ميليشيا الحوثي وإزالة كافة الأسباب التي قد تتسبب في إخلاق حياة الناس وحفظ حقوقهم وممتلكاتهم. وأكد القائم بأعمال مدير الأمن العقيد عبد الله محسن البرير أن قوات الأمن لن تتساهل في أداء مهامها، منويا بأن الخطط الأمنية ستنفذ دون نقصان. باب النجار مخلوع. تحت هذا العنوان كتب السياسي المعروف ياسين سعيد نعمان مقاله المنشور في الاشتراك نت. ظل نظام إيران طوال العقود الثلاثة الماضية يعمل بقوة على إيقاظ الفتنة الطائفية في المنطقة كتعبير عن طبيعته التي مزق بها النسيج الوطني لشعبه لتحكمه أقلية انعزالية متنفذة. أراد تصدير هذا النمط من أنواع الحكم إلى عموم دول المنطقة، فأيقظ الفتنة الطائفية وشرع في تعبئة وتسليح بعض فئات شعوب المنطقة بعناوين طائفية تم استدعاؤها من ثنايا تاريخ مفعم بصراع تعمق بغياب الدولة الوطنية. كان الهدف هو إحداث فوضى شاملة يتم فيها تخريب كل الجهد الوطني في بناء الدولة الوطنية التي ترعى مصالح كل أبنائها على السواء. ظل النظام الإيراني يحمي نفسه في مواجهة شعبه بتصدير مشروعه إلى خارج إيران، وخلق معارك وهمية بهدف قمع الاحتجاجات الشعبية من منطلق أن إيران تتعرض لمخاطر خارجية تبرر مثل هذا القمع، في حين يعرف الجميع أنه لا خطر على الشعب الإيراني إلا من النظام الذي فرض نفسه بالقوة عليه، وذهب يبدد ثرواته في استقطابات إقليمية تهدد أمن شعوب المنطقة بحروب أكلت الأخضر واليابس. النظام الإيراني الذي أهمل التزاماته تجاه شعبه وراح ينفق ثرواته لإيقاظ الفتنة في دول الإقليم نسي أن تصدير المشاكل الداخلية إلى الخارج لا يشكل أي حل حقيقي لمشكلة الجوع والفقر والتمايز الاجتماعي، فقد يعبئ ذلك الناس لفترة معينة يجعلهم يتناسون الوضع البائس الذي يحشدهم فيه النظام لمشروعه المضلل، لكنه لا يمكن أن يمنع التفاعلات الاجتماعية والسياسية من التراكم لتنتج تعبيراتها على الأرض بروح التحدي الذي يتطلع إلى الحرية والسلام والحياة الكريمة. المحافظة الغائبة عن اهتمام السلطات بصورة دائمة أرادت ميليشيا الحوثي تحويلها إلى معسكر للموت. وفقا لموقع الصحوة نت، الحوثيون يستحدثون مواقع عسكرية في قمم جبال المحويت ويفرضون التجنيد الإجباري.
وقالت التفاصيل إن الميليشيا كثفت خلال الأيام الماضية من أنشطتها والتحرك في أوساط المواطنين وعقد اجتماعات مع عدد من قيادات المؤتمر بالمحافظة لإلزامهم بحشد مجندين وتمركز عناصر حوثية على قمم الجبال المطلة على محافظة الحديدة وحجة. وكشفت مصادر خاصة للصحوانت أن ميليشيا الحوثي وجهت مسلحيها للتمركز والسيطرة وتخزين أسلحة في أعالي قمة رأس جبل الشايم الاستراتيجي الواقع في مديرية حفاش وجبل شاهر بمديرية ملحان ويطلان على محافظتي الحديدة وحجة. ويتابع الموقع: تعد هذه الجبال ذا أهمية عسكرية للتمترس والتحصن ورفع معدات قتالية ثقيلة بداخلها وحفر خنادق وأنفاق للتحصن لأشهر. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما وردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. المنصة برنامج تفاعلي نقترب منكم به أكثر، نعرض همومكم ونواكب اهتماماتكم. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة، نتشارك النقاش معا حول أبرز القضايا بحثا عن الحلول. المنصة، لأن بلقيس صوت اليمنيين. أهلا بكم من جديد. لم يكن هناك وجود معروف للديانة البهائية لدى غالبية اليمنيين قبل سنوات كما تقول العرب الجديد، إلا أن تصاعد الملاحقات منذ ما يقرب من 10 سنوات سلط الضوء على وجود أتباع هذه الديانة. وتشير المعلومات المنشورة على الموقع الرسمي للبهائية في اليمن إلى أن دخول البهائية إلى البلاد بدأ منذ أكثر من 150 عاما وتحديدا منذ عام 1844 بدخول شاب مبشر عبر ميناء المخا التاريخي بمحافظة تعز، وهو علي محمد الشيرازي. وفي الوقت الذي يتخذ انتشار البهائية في اليمن طابعا سريا في الغالب، تشير التقديرات إلى أن وجود ما بين 1000 إلى 3000 بهائي في اليمن ينتشرون وفقا لمصادر قريبة من الطائفة التقتها العرب الجديد في عدد من المحافظات اليمنية من دون مقار علنية بقدر ما هي معروفة للمعنيين. فمنذ سيطرة الحوثيين على صنعاء بدأت موجة جديدة من الاضطهاد والملاحقة للبهائيين في اليمن. في أغسطس عام 2016 أقدم الحوثيين على اقتحام مبنى مؤسسة يمن جود في شارع بغداد بصنعاء، واعتقلوا نحو 60 من المشاركين في برنامج ثقافي لأتباع الديانة من بينهم نساء وأطفال، قبل أن يطلقوا أعدادا منهم في وقت لاحق. زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي هاجم في خطاب له في نوفمبر الماضي البهائيين قائلا إن أي ادعاء نبوة جديد بعد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم هو افتراء وضلال، والنشاط الذي تقوم به البهائية أو الأحمدية وغيرهما من الطوائف تحت عناوين نبوءات جديدة هو دجل وراءه نشاط أو دفع مقصود من جانب المخابرات الأمريكية والإسرائيلية. كشف وزير الداخلية اليمني نائب رئيس مجلس الوزراء أحمد الميسري لصحيفة الحياة عن وجود خطط لإعادة ترتيب الأوضاع الأمنية في اليمن بالتعاون مع دول التحالف العربي. وأضاف وزير الداخلية اليمني للحياة: كل المناطق اليمنية والمحافظات في حاجة إلى ترتيب الأوضاع الأمنية، لكن هناك أولويات. وقال الميسري إن الأجهزة الأمنية تسعى إلى أن تكون عاصمة الشرعية اليمنية عدن، نموذجا لعاصمة حقيقية تستوعب البعثات الدبلوماسية وبعثات الأمم المتحدة والسفارات إضافة إلى وكالات الأنباء. وأشار إلى أن وزارته عاقدة العزم على فرض سيطرتها على أداء الأجهزة الأمنية بموجب الدستور والقانون. حديد الصواريخ لا يشبعنا، تحت هذا العنوان كتب غسان شرب المقالة في صحيفة الشرق الأوسط مضيفا: هزت ثورة لينين بداية القرن واعتقدت أنها صنعت النموذج المخلص وتستعد لبناء الإنسان الجديد، توهمت أنها ستقوم إلى الأبد بفضل صرامة الحزب وهيبة الجيش وقسوة الأجهزة وبراعة الآلة الدعائية
والنفوذ الخارجي. في الأسبوع الأخير من فبراير شباط 1986 عقد المؤتمر 27 للحزب الشيوعي السوفيتي. التفت العالم إلى موسكو محاولا استجلاء ملامح الزعيم الجديد. كان المشهد في القاعة الكبرى في الكريملين مهيبا فعلا، وتأثرت كصحفي شاب بما رأيت. جلس الأمين العام ميخائيل غورباتشوف في منتصف المنصة. كان كل شيء يوحي بالقوة، إننا نتحدث عن إمبراطورية مسلحة حتى الأسنان، إمبراطورية تمتلك ترسانة نووية قادرة على تدمير العالم مرات عدة، إمبراطورية تنام على بحر من الصواريخ المصوبة في كل اتجاه. وقلت أغتنم المناسبة لأزور قبر لينين المقيم على بعد مئات الأمتار في الطرف الآخر من الساحة الحمراء. كان صف المنتظرين طويلة، لكن ما لفتني محاولة امرأة ستينية متجعدة الوجه إقناع المنتظرين بأن يشتروا قطعة صابون حملتها في يدها. سارع أحد رجال الشرطة إلى مطالبتها بالابتعاد، وعرفنا لاحقاً أن الشرطة نظمت حملات صارمة لمنع المتسولين من الاقتراب من الساحة كي لا يستنتج الزوار أن ثورة لينين لم تنجح بعد في إلغاء الفقر. بعد 5 سنوات لم يجد الاتحاد السوفيتي الذي خسر معركتي الاقتصاد والحرية من يدافع عنه. سقط تحت أعباء انتشار إمبراطوري يفوق قدرة اقتصاده على الاحتمال. قتلته خيبة مواطنيه لا مدافع أعدائه، وردد كثيرون في مواسم الغضب: حديد المدافع والصواريخ لا يشبعنا. ومن منا لم يتأخر يوما عن مدرسته؟ فقد كانت العقوبات تتنوع للمتأخرين، لكنها لم تصل إلى دفع غرامة مالية عالية كما هي في بريطانيا، فعلى أقارب الطالب المتأخر دفع 81 دولارا غرامة مالية لذوي المتأخر على المدرسة في بريطانيا. صحيفة الشرق الأوسط علقت على الموضوع بالقول إن مقاطعة ستافورد شاير البريطانية وجدت الحل الأمثل للحد من تأخر التلاميذ عن صفوفهم المدرسية الصباحية، وذلك عبر فرض غرامة مالية على الأهل بعد كل تأخير. ويجبر الأهل على دفع ما يصل إلى 81 دولارا أمريكيا في اليوم الواحد إذا استمر الطفل بالوصول إلى المدرسة في وقت متأخر. وقال عضو مجلس المقاطعة فيليب وايت إن قرار المحكمة العليا للمقاطعة واضح جدا وينص على أن الأطفال يجب أن يذهبوا إلى المدرسة كل يوم، وتعتبر المحكمة التغيب أو التأخر عن الحضور إلى المدرسة ذنبا يتحمله الأهل قبل الطلاب. وقالت الصحيفة إنه تم تعميم القرار مع جميع المدارس في المنطقة وطلبوا منهم تبليغه للأهل، ورفض الأهل بدورهم هذا القرار. إلى الأخبار المنوعة التي وردت في صحيفة القدس العربي، ومنها: الهند تضع قيودا على الزيارات إلى تاج محل. وقالت الصحيفة إن الهند تعتزم الحد من أعداد الزوار الذين يسمح بتوجههم لضريح تاج محل بهدف الحفاظ بشكل أفضل على هذا المعلم الأشهر في البلاد، والذي يستقطب ملايين الزوار سنويا ويمثل محطة أساسية للشخصيات الأجنبية التي تقصد البلاد. وأعلنت السلطات أن 40,000 شخص كحد أقصى سيسمح لهم بالدخول يوميا. وقال مسؤول في وكالة الآثار الهندية: علينا ضمان سلامة الموقع والزوار على السواء. إدارة تدفق الحشود تستحيل تحديا لنا أو تصبح تحديا لنا. وتتابع الصحيفة الضريح المصنوع من الرخام الأبيض المزخرف بالأحجار الكريمة شيد بين عامين 1631 وإلى 1648 على يد الإمبراطور المغولي شاه جهان تكريما لذكرى زوجته المفضلة ممتاز محل. باحثون، وكما أوردت صحيفة البيان، كشفوا أنهم توصلوا إلى إجابة لسؤال شغل الكثيرين لفترة طويلة، وهو: متى وصل البشر إلى الأمريكيتين وكيف؟ وقال الباحثون إنهم توصلوا لذلك بعد تحليل عينة من الحمض النووي الذي أخذ من جمجمة رضيعة توفيت في سن ست أسابيع، واستخرج رفاتها الذي يعود إلى نحو
11500 عام من موقع دفن في ولاية ألاسكا الأمريكية. وأضاف العلماء أن دراسة الخريطة الجينية الجينوم للرضيعة كشف عن موجة هجرة واحدة فقط إلى الأمريكيين عبر جسر بري كان يشق مضيق برينج ويصل بين سيبيريا وألاسكا خلال العصر الجليدي وتغمره المياه هذا الجسر حاليا. وقال بن ويتر خبير الآثار في جامعة ألاسكا فيربنكس تقدم الدراسة أول دليل وراثي مباشر يثبت أن كل الأمريكيين الأصليين يعودون إلى نفس مصدر السكان خلال أواخر العصر الجليدي. وتضيف الصحيفة أيضا نشأ الإنسان الحديث في بادئ الأمر بالقارة الأفريقية قبل نحو 300,000 عام وانتشر منها إلى بقاع أنحاء العالم. صحيفة الديلي تيليغراف وكعادتها نشرت صورا مميزة من مجموعة التقطتها عدسات مصوريها المنتشرين في أغلب أنحاء العالم، نتابعها معكم في جولتنا المصورة. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أما الآن نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير، دمتم في أمان الله.